واخت فاضله بتقول انا عندي 58 سنه ورحت عمره مرتين ونفسي اروح مره ثالثه، وعندي ابني الصغير 27 سنه بيجهز شقته، وابني الكبير عليه ديون ومستقل بحياته وعنده 3 أطفال. فناس قالت لي ساعدي اللي بيجهز الشقة، فهل حقه علي أساعده بفلوس العمرة وأسد دين ابني الكبير، ولا أروح العمرة وهم مسؤولين عن نفسهم؟ وللعلم أبوهم موجود معانا وحالته المادية كويسة، أرجو الرد، جزاكم الله خير الجزاء، اللهم أمين أجمعين. قبل ما نجاوب على سؤال حضرتك، لابد أن احنا أولا بنوضح حكم أداء العمر. إيه حكم أداء العمر؟ فبنقول إن العمرة مختلف في حكمها ما بين الوجوب والسنية بالشروط المقررة من الاستطاعة المالية والبدنية. يعني في خلاف بين الفقهاء، العمرة دي تجب ولا هي سنة؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بأنها سنة مؤكدة، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوبها مرة واحدة في العمر للقادر عليه. والمختار للفتوى إنها سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة. وينبغي على أو ينبغي القيام بأدائها يعني وقت ما توفرت أو متى توفرت الاستطاعة، سواء البدنية والاستطاعة البدنية والمالية لصاحبها. ومتى قام الإنسان بأدائها مرة في العمر فتبقى إيه برئت ذمته من أدائها. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم فيها إنه ما عليه الفتوى هو اللي هو الاختيار الفقهي في بلدنا، هو إن إعطاء المحتاجين وخاصة من أهل القرابة الفلوس أفضل من عمرة التطوع. لأن حضرتك بتقولي عملتي بدل العمرة عمرة واتنين، فالمختار للفتوى في بلادنا تقديم الإحسان إلى الغير، اللي محتاج معونة نساعده، اللي عليه دين نقف جنبه، اللي مش قادر يكمل أمر جوازه نجوزه. وقواعد الشريعة وحكمة المولى سبحانه وتعالى واضحة في إنه بيوجه العباد دايما إلى فعل الخير على أساس تقديم الأهم والأصلح، وده بيقتضي بإنه إن إحنا بنقدم السائل المحتاج، بنقدم مصلحته، وبنقدم برضو الناس اللي هم أصحاب الحاجات من الأهل والإخوان، من أهل الاحتياج اللي هم في مسيس الحاجة إلى من أو إلى ما يستعينون به على قضاء حوائجهم. فإحنا دول اللي بنقدمهم، اللي هم بنديهم من المال ومن الأمور اللي تعينهم أو يستعينوا بيها على قضاء أمورهم وحوائجهم الضرورية. نصوص الشرع الشريف كمان بتؤكد على هذا المعنى وتشير إليه في كثير من النصوص. فمثلا ما رواه سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى. إيه أفضل الأعمال؟ إيه أحب الأعمال إلى الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدخل على مؤمن سرورا، إما أن يعني أطعمه من جوع، كان جعان وانت أطعمته، وإما قضى عنه دينا، وإما ينفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب الآخرة، لأن كرب الآخرة كثيرة. ومن أنظر معصرا أو تجاوز عنه أضله الله يوم لا ظل إلا ظله، ومن مشي مع أخيه في ناحية القرية يعني أو أنه يثبت حاجته أو أنه يقوم بقضاء الحاجة بتاعته، ثبت الله عز وجل ليثبت حاجته، ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام. يعني في ناحية القرية يعني أنت بتقوم وتتحرك معه عشان تقضي له المصلحة بتاعته، أيا بقى مكان بتروح معاه مشوار، بتبذل الجهد عشان تقضي الحاجة بتاعته. فأنت لغاية ما تتأكد من أنه خد الحاجة بتاعته وأنه قضيت له مصلحته، يثبت قدم ذلك يوم القيامة في يوم يعني تزول وتزل فيه الأقدام. ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. وأشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم، وده أخرجه حديث ابن عباس اللي رواه سيدنا ابن عباس، أخرجه الحاكم في المستدرك.
طيب، لابد ان المؤمن يبقى عارف انه من المقرر برضو فقها ان العبادة المتعدية افضل من القاصرة غالبا. يعني ايه؟ يعني العبادة اللي بينتفع بيها ناس كتير مقدمة عن العبادة اللي بتنتفع انت بيها بس. وده ما فهمه جماعة من السلف الصالح لما نصوا على ان الصدقة افضل من التطوع بالحج، وزيه برضو العمرة. ليه؟ لأن الصدقة عبادة متعدية، أنت بتتصدق على أهل بيت محتاجين، فبياكل هو وولاده ومراته وبينتفع وبيتقوى على العمل وبيتقوى على الحركة، وإنك بتتكفل يتامى، فأنت المعروف اللي بتعمله ده بيتعدد المنتفعين بيه، بيتعدى منك لغيرك، وبتتعدد خيراته كذلك، هو بيتعدى منك إلى الغير، وهم كمان له خيرات كثيرة ونفع عميم. لكن الحج والعمرة تطوعا عبادتان قاصرتان على صاحبهما. وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف بيقول عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام، قال: لأن أقوت أهل بيت بالمدينة صاعا كل يوم، أو كل يوم صاعين شهرا، أحب إلي من حجة في إثر حجة. وبناء على ما سبق فإحنا بننصح حضرتك بالقيام بمساعدة ابنيك بهذا المال في اللي عايز يتجوز عشان يعان على ذلك، وكذلك في مساعدة الآخر في سداد الدين الذي عليه. وربنا يبارك فيك ولكم الأجر والثواب الجزيل على ذلك إن شاء الله تعالى.